والله انا شايف ان الدنيا زحمه جامد هنا، واقبال شديد من الجمهور على المعرض، كميه كبيره من المثقفين وصناع المحتوى. طبعا المعرض ده سنويا يمكن سنه عن سنه بيزداد الاقبال عليه، لان بتبقى الفروع والعارضين بيبقوا اكتر. المعرض ده جميل جدا لانه بيتطور كل سنه عن السنه اللي قبلها، وملحوظ قوي التطور دوت، وناس كتير نزلت السنه دي. المعرض كويس جدا، اعتقد الصوره بتوضح قد ايه احنا مهتمين لسه بالكتاب وبرونقه في ظل عصر السوشيال ميديا، وان احنا نقدر نعوض عن الكتاب، بس هنا بنشوف قد ايه لسه الاهتمام بيه موجود. هي الاجواء جميله جدا صراحه، والمعرض يعني ليه معانا كلنا ذكريات كويسه قوي، فما بنيجي طبعا كله بيسترجع ذكريات حلوه والاجواء جميله جدا. بصراحه لما دخلت وفرجت شويه لقيت في اسعار، انا كنت جايه متخيله الاسعار عاليه بسبب الاسعار العالميه، بس صراحه يعني انا جيت لقيت في اسعار يعني بصراحه ما كنتش متخيله نازله كده شويه. الاسعار في مناسبه، وزور الازبكيه برده حلو، وكل حاجه فيه حلوه، وانا برده ساعه ما رحت اشتري كتب عملوا تخفيض حلو، وقعدوا ينزلوا معايا برده حاجات حلوه. الاسعار والله في متناول، يعني شرايح مختلفه، يعني كل حد هيلاقي اللي هو عايزه. في تخفيضات، في دور نشر عامل تخفيضات كبيره، في مناطق مختلفه زي الازبكيه مثلا، في دور نشر برده الى حد ما بتراعي فكره الغلا اللي احنا فيه مثلا. لا ما شاء الله كل حاجه زي الفل، والاسعار كويسه وتمام يعني، وكل حاجه في المتناول يعني الحمد لله.